أهلا بكم. فارس الأغنية اللبنانية والعربية عاصي الحلاني حط رحال نجاحه هذه المرة في مهرجان موازين في المغرب أمام 70,000 تألق الحلاني، حيث قدم قديمه وجديده. رافقنا العاصي من بيروت وعلى نجاحه شهدنا. عاصي الحلاني، اليوم لقائنا من المغرب، رفقناك بحفل أكثر من ناجح. أول سؤال بيخطر على بالي، شعورك يعني لما تنزل على المسرح وحوالي 70,000 إذا مش أكثر كلهم كانوا عم يتفاعلوا معك بشكل كتير كبير، شو بيكون شعورك؟ أول شيء بشكر ربنا على النعمة اللي الله عطاني إياها، يعني لأنه هيدي نعمة من رب العالمين أنه توصل لمرحلة شوف في عدد كتير كبير من الناس يعني جاي لتحضرك بلهفة. ورغم انه من لما وصلنا على المغرب كانوا عم يقولوا لي انه رح يكون في اقبال كتير كبير، بس انا دايما بضل في عندي قلق قدي رح يكون في اقبال، يعني هل ترى انا رح كون عقد بالمسؤولية، بعكس ما كتير ناس بتقول انه النجم لما بيوصل لمحل معين او الفنان بيصير ايضام نجاحه او انه عنده ثقة بحاله، فدايما عندي هيدا القلق والخوف. انا سعيد، انا كنت يعني اليوم حسيت حالي بمهرجان من الحب. بالمؤتمر الصحافي حكيت كلمة مهمة كتير لما قلت بأنه مفروض أنه يكون في عنا كلنا قضية واحدة اللي هي القضية الفلسطينية، ولكن عم بيكون في مخطط ذكي لحتى يتم إلهائنا عن القضية الحقيقية وأنه يدخلوا بيناتنا لحتى يزرعوا الفتنة. يعني للأسف نشحوا بأنه يضيعونا، وبدل ما يكون اتجاهنا كل الأمة العربية وكل العرب وكل المسلمين والمسيحيين واللي بيعنيهم هالأرض، هالأرض الطيبة، هالأرض اللي هي منبع الحضارات، هالأرض اللي هي منبع الحضارات، أرضنا العربية، قدروا غيروا اتجاهنا بدل ما تكون اليوم كلنا عم نشتغل على قضية واحدة اللي هي تحرير القدس وتحرير الأقصى من العدو الإسرائيلي. صار اليوم كل اتجاهنا لنقتل بعضنا ونختلف مع بعضنا، وكلها مواضيع انا برايي للاسف يعني قدروا يعني. وانا من اذا بترجع للتاريخ، لا اذا بنرجع لورا اذا بدك من 3-4 سنين 5 سنين دائما بكل مقابلاتي بقول اياكم والطائفيه والمذهبيه والتفرقه، لانه بالنهايه اهم شيء نزل على الارض هو الانسان، دين الانسان، الانسان يعني الانسانيه هي اهم دين على الارض. شاركتك بمهرجان بعلبك كمان من المواضيع المنتظرة، كيف تحضيرات اليوم؟ نحن عم نشتغل وتحضيرات مستمرة طبعا، بس للتوضيح للي عم يحضرونا، انا ما عامل عمل مسرحي، ما في مسرحية، في استعراض مسرحي، يعني في تابلوهات على اعمال غنائية لالي قديمة وجديدة، في اغنيات عم نحضرها خصيصا للمهرجان من اجل هيدا الشيء يعني، او كرمال هيدا الشيء اللي عملناه نحن، سميناه الحلم على انه يعني انا كنت بيوم من الايام احلم اني واقف على خشبة مسرح بعلبك، بس مرق وقفت الحمد لله مع عملاق عبد الحليم كراكلا ومع اخوان صباغ، ولكن هالمره انا لوحدي، مشان هيك قررنا نسمي الحلم، وبعدين في اغنيه اسمها الحلم ضمن الاستعراض. المنزل الذي ولدت فيه فيروز في زقاق البلاط مهدد بالسقوط وعملية إنقاذه لم تبدأ بعد رغم استملاكه من قبل بلدية بيروت. تحقيق كريستين حبيب. حمر الصيحات حمر إلا الخوف أصابي خضر فرقات خضر راح بتلفك وتصير وشبابيك يا دار مدوية ليل نهار. هنا
تبيت رفوف العصافير تغفو على صوت يطلع من الجدران العتيقة. إنه صوت فيروز، إنما بنسخته الأقدم، نسخة نهاد حداد التي ولدت في هذا المنزل وعاشت فيه طفلة وصبية وخرجت منه عروسا في منتصف الخمسينيات. تزرع ورد الشبه تتحت قلبها والحلو زرع. هذا البيت الذي كان من المفترض أن يتحول إلى متحف فيروزي يتداعى يوما بعد يوم ولا ورد يطل من شبابيكه بل أشواك. هذا عمار عثماني، يعني عمار بيرجع للقرن 19. هو أول شيء ما كان سكن، كان كراكول للجيش، للدرك العثماني. بعدين تحول إذا بديك إلى سكن، فنقلوا فيه بيت حداد، يعني عائلة فيروز بالثلاثينات، ظلت عايشة فيه لحتى ما تجوزت. في ثلاثينيات من القرن الماضي قدم وديع حداد وعائلته إلى هذا المنزل في منطقة صفاق البلاط، حيث كان يعمل الوالد في مكتبة لبنان، وقطنوا في الطبقة الأرضية منه أكثر من 20 عاما. خلال الحرب عاش فيه مهجرون، وبعدها أراد المالك الأصلي أن يهدمه، فاتخذت بلدية بيروت قرارا قضى بإعلان المنفعة العامة على العقار في العام 2008 بهدف حمايته من الهدم وترميمه وتحويله إلى معلم ثقافي. أنجزت معاملات الاستملاك لصالح البلدية، لكن القرار لم ينفذ بعد بحسب رئيس البلدية بلال حمد ما يحول دون البدء في الترميم، لكن المنزل مهدد بفعل العوامل الطبيعية والبشرية وبفعل ورشة ملاصقة له تزعزعه أكثر. بلش الهدم بطريقة مفتعلة، وطبعا لما تخلخ للبيت بهذه الطريقة الوقت بيصير عم بيداهمنا. هون المسؤولية صارت على البلدية، إذا عن جد أخذوا قرار وعن جد بيرموا مثل ما عم بيقولوا صار وقت يبلشوا، يعني ولو يكون في عملية إنقاذ لهذا البيت، ما عم يضطروا يبلشوا بالأعمال الترميم الكبيرة، ولكن يكون في إذا بدك إنقاذ لإله، يصير في شوية تدعيم للسقوفية، شوية تثبيت، وعليه يتسكر البيت، مش مين ما كان يقدر يفوت وياخذ منه حجرة. الكل يؤكد إذن أنه بإمكان البلدية التحرك متى شاءت، ويقول وزير الثقافة جابي ليون في هذا الصدد إن سلفه الوزير سليم وردي وضع المنزل على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، وبالتالي فإن البناء حمي من الهدم بموجب القرار 74 الصادر في العام 2010. ويوضح ليون أن بلدية بيروت حاصلة بكل الحالات على موافقة وزارة الثقافة من أجل إنقاذ المنزل، وأن الوزارة ردت مرتين بالإجاب على طلب الاستملاك. والحلو زرع والجارة سمعت. وفي الانتظار درج الورد يتهاوى وقناطر الشلبية تتناثر، مثلها مثل قناطر مئات المنازل اللبنانية القديمة، في وقت لا قانون ينص على حماية المباني التراثية في بلد الحضارات المتعاقبة والمندثرة تحت اسمنته. كريستين حبيب، قناة الجديد. ايه، في امل جديد بألبوم جديد للسيدة فيروز. نجوى كرم تبهر جمهورها والصحافة تثني على جديدها. مايا دياب تكتشف وتكشف مرض والدتها. توريط والجسار في مواقف سياسية. أنريكي إيغليسياس تألق في موازين. ونجمات العالم اجتمعن أمس لمساندة حقوق المرأة. يبدو أن جمهور السيدة فيروز على موعد مع تحفة فنية جديدة، بعدما أعلن زياد الرحباني أنه سيتوجه إلى مصر لتسجيل جزء من الألبوم الجديد، وكشف في إحدى مقابلاته أنه كان يذهب في السابق إلى اليونان لتسجيل الألبوم، وهذه المرة اختار مصر، لافتا إلى أن الألبوم الجديد سيصدر شهر تشرين مبدئيا. صدمت مايا دياب الصحفيين منذ يومين الجمعة عندما أعلنت خلال حفل وجوه من لبنان أنها تلقت خبر إصابة والدتها بمرض كبير وخطير، وأكدت أنها ستقف إلى جانبها لتساندها. وخبر مرض والدة مايا دياب أدخلها في حزن لأنها متعلقة بها كثيرا، وترى أن الدعم المعنوي لها في هذه المرحلة مهم جدا لتخطي الصعوبات النفسية في المرحلة الأولى. خلي لي قلبك شو مغضوم، انت اللي عمرك عاطيني، ما عطيتك عمري وقلب اليوم، بنت الكرم لا تسميني.
أبدت نجوى كرم سعادتها البالغة بالأصداء الإيجابية التي لقاها الفيديو كليب الجديد لأغنية خليلي قلبك الذي أبصر النور منذ 3 أيام من إخراج فادي حداد. وتظهر نجوى في الكليب بأربعة إطلالات، وتم العمل على بلورة الصورة في لندن ليبصر النور وفق معايير عالية الجودة. ومن الديكورات المبهرة استعمال 32 ألف وردة طبيعية في أحد المشاهد. بعدما صادف وائل جسار مشاكل بسبب توريطه في مواقف سياسية لا علاقة له بها، أكد وائل أنه لا يملك أي حساب على موقع فيسبوك، وبالتالي كل ما ينشر باسمه لا علاقة له به، خصوصا فيما يتعلق بالتصريحات السياسية وشتم السياسيين. والهدف من ذلك بحسب وائل توريطه في مشاكل من قبل مجهولين بدأ بملاحقتهم لكشف هويتهم ومعاقبتهم قانونيا. وشدد وائل جسار أنه لا يتدخل في السياسة ولا يصرح تصريحات مماثلة أبدا. صرح النجم العالمي أنريكي إيغليسياس أن خبر زواجه صحيح، ولكن الزفاف لن يكون قريبا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش مشاركته في مهرجان موازين في المغرب. وأشار إلى أنه يحب أن يرزق بالأطفال، ولكنه يرى أنه غير مؤهل لذلك الآن، لأن الأطفال بحاجة إلى رعاية وفنه بحاجة إلى وقته. وعن وجه التشابه بينه وبين كريستيانو رونالدو قال أنريكي: يضايقني أن يقلدني رونالدو، هو لاعب عظيم ولكنه يقلدني. وحفل أنريكي في الرباط تكلل بنجاح كبير. دعما لقضية المرأة وحقوقها، أقيم في لندن أمس حفل موسيقي عالمي خيري تحت عنوان Time for Change، شارك فيه أهم المشاهير من العالم منهم بيونسي، مادونا، سلمى حايك، جينيفر لوبيز، جي سي جي وغيرهن. وقد لفتت مادونا الأنظار إليها في الحفل، بينما بيونسي ألهبت الجمهور، وقد فاجأها زوجها النجم جي زي على المسرح وقدم معها ديو. أما جينيفر لوبيز فقدمت عملها الغنائي الجديد بعنوان Live It Up، ويهدف هذا الحفل إلى مناصرة قضايا المرأة في كل مكان وزمان، خصوصا لجهة تعزيز التعليم والصحة والعدل.